بتحب براند ايه؟ لا لا مش مهم الحجم. حجم ايه؟ الشنطة. ايه اكتر حاجة بتلفت نظرك في الست؟ اي حاجة بتلفت نظري في الست. كلمة ست نفسها بتلفت نظر. ده انا مرة واحد بيقول للكلب بتاعه ست، انا اللي قعدت. مين اللي المفروض يصرف، الراجل ولا الست؟ الله اللي يحضر العفريت يصرفه. لا يعني انا قصدي مين مسؤول عن الصرف؟ المزراب. لا يا كبير، مش قصدي الصرف الصحي، قصدي الصرف الصرف. اه انت قصدك الصرف اللي في الظرف. لا ده صرفه مش صحي. بتحب ايه اكتر في الفرخه، الورك ولا الصدر؟ ها التنين سيس. ها كبير، هو انت بتسرح مني كتير ليه؟ لا لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. anyway ولا يهمك، خد. بتحب ايه اكتر في الفرخه، الورك ولا الصدر؟ ايه دي، هو انا ينفع اختار؟ اه انا باكل الردول بس، وفي العيد بيدوني الدناح، وانتوا هتجيبوا فراخ؟ دي هو اكل الفراخ؟ لا ده واكلك انت. الورك ولا الصدر؟ شوف انا اخر الصدر لاني باكل الفرخه بره البيت. ايه هي الريد فلاكس بتاعتك؟ واه الرايات الحمر، استغفر الله العظيم، هترجعونا للجاهليه تاني ولا ايه؟ قول لي ايه هي الريد فلاكس بتاعتك؟ يعني حاجات كتير، بس انت لو حددتي بالظبط انت عاوزه تخليني. هو ايه الريد فلات دي؟ ايه هي الريد فلاكس بتاعتك؟ شوف انا ماليش في الريد، لكن احب الفلت، لاني مره كنت بفلت على واحده كان عندها مغص، عارفه اديتها ايه؟ ايه؟ جرس كيتو. الخيانه بالنسبه لك ايه؟ خيانه احساس صعب. عيد ميلادي اللي فات اول ما طفيت الشمع يا دوب ولع الدور، ببص على مرتي. ايه لقيتها بتخونك ورا العمود؟ لا لقيتها بتعمل كده، ببص على التورته ما لقيتش حته الشوكولاته اللي مكتوب عليها اسم المحل وانا بحبها، قلت لها حاجه كريزه، ببص على الكريزه ما لقيتهاش، ببص على العطر لقيته بيعمل كده، وقمت افففها على التورته لم انه كلها ولا خلانا ناكلها، ببص على التورته لقيتها ورا العمود. الخيانه بالنسبه لك ايه؟ لو مبرره دراميا اتس اوكي. الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انا ارفض دور الزوج المتخان كيف الاستاذ احمد العوض. انت حتى قبل كده قالك ان انت لازق. ايوه استاذ احمد العوض. ممكن تضحي بايه عشان علاقتنا؟ بيك انت طبعا. ودي اخلاق؟ انا ما عنديش اخلاق. اضحي عشان علاقتنا؟ ايه دي، ده ابويا ما بيضحيش في العيد، ابويا حرامي الدامع. هو انا لو في يوم احتجت ايه تطبطب عليا يا ترى الاقيك جنبي؟ كبير انت سرحت مني تاني؟